سايبها عندنا رعاية صحية ويقام لحد ما تحيط، يعني ما فيهاش مشاكل صحية يا جماعة. الكلبة دي سايبها بس يقام عشان مش فاضلها لحد لما تحيط واحنا نجوزها له ويجي ياخدها متجوزة. طبعا الله اعلم هتحيط امتى، الاسبوع ده الاسبوع الجاي الشهر ده الشهر الجاي، هي اقامة مفتوحة معانا لحد ما تخلص الحيط بتاعها لحد ما نجوزها غضب ويجي يستلمها بعد ما نجوزها غضب. الكلبه دي بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لصاحبها يا رب. طبعا انا حبيت نطلعها فوق عشان خاطر تبقى مع نفسها كده في الهواء والطراوه وتاكل براحتها. احنا لسه هنحط لها الاكل بتاعها، لسه ما حطيناش الاكل بتاعها طبعا، وبنحط لها الميه وهنكب عليها ميه كده نفوقوها من اللي هي فيه. طبعا لوكا لوكا دي اسمها لوكا يا جماعه، كلبه بتبول بس ما شاء الله عليها. مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا دي كلبه نتايا بوتبول، كلبه نتايا بوتبول دي جايه لنا اقامه، دي داخله على حيض. طبعا هي هتتجوز عندنا هنا وهنجوزها غضب. دي كلبه صاحبها سايبها عندنا رعايه صحيه واقامه لحد اما تحيض، يعني ما فيهاش مشاكل صحيه يا جماعه. الكلبه دي سايبها بس اقامه عشان مش فاضلها لحد لما تحيض واحنا نجوزها له ويجي ياخدها متجوزه. طبعا الله اعلم هتحيط امتى، الاسبوع ده الاسبوع الجاي الشهر ده الشهر الجاي، هي اقامه مفتوحه معانا لحد ما تخلص الحيط بتاعها لحد ما نجوزها غضب ويجي يستلمها بعد ما نجوزها غضب. الكلبه دي بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لصاحبها يا رب. طبعا انا حبيت نطلعها فوق عشان خاطر تبقى مع نفسها كده في الهواء والطراوه وتاكل براحتها. احنا لسه هنحط لها الاكل بتاعها، لسه ما حطيناش الاكل بتاعها طبعا، وبنحط لها الميه وهنكب عليها ميه كده نفوقوها من اللي هي فيه. طبعا لوكا لوكا دي اسمها لوكا يا جماعه، كلبه بتبول بس ما شاء الله عليها. لوكا تعالي تعالي لوك تعالي لوك لوكا، ايه لازم نغسل لك وشك انت الاخرى يا لوكا ونظبطك. هذه البوكسه بتاعتها يا جماعه ننظفوها الاول. هذه نظفنا البوكسه بتاعتها، الظاهر انها بتخاف من الميه. بس الخرطوم فوقت عم فوقت السن كويس. يلا يلا طبعا انا هندفع لهم كلك دلوقتي بالبنزين والاكسكروم عشان خاطر الحشرات برضو. طبعا كده انا فوقتها بالميه وهنحط لها الاكل بتاعها كده تاكل براحتها خالص. ابدا بابا انت بتكب عليا ميه.
كده هنسحب البوكسه بتاعتهم يا جماعه، هنسحبها كده من الميه عشان لو دخلت قعدت على نظافه. ادي البوكسه يا جماعه نضيفه ازاي، ما فيهاش اي حاجه. شايفين كده، هنحط الاكل بتاعها بقى وهنسيبها تاكل براحتها خالص. هي هتخش تاكل الاكل بتاعها. وبعدين بلاش انت الوجبة بتاعتها هي كده. زي ما احنا شايفين طبعا يا جماعة البوكس اهيت، والاكل بتاع الكلب نضيف خالص اهيت، عطلها الاكل والمية. طبعا شايفين هي بتاكل براحتها خالص، بنطلع كمان شويه اللي اكلت وقعدت ونامت وراحت على الاخر. لا يا راحه نفسيه جامد، هنا نظافه واكل وشرب. زي ما شايفين انا غرقتها ميه ولسه هعمل لها دلوقتي دايزانول واكتاكروم عشان لو في حشرات ولا في اي حاجه. كوكي لوكا، الظاهر ان صاحبها عاملها بجنزير وقفل. لو انتوا شايفينه يا جماعه، قفل وجنزير. فطبعا لما جت انا ما رضيتش نغير القفل والجنزير ده خالص، سبته زي ما هو. طبعا يا جماعه النهارده عرفتكم كل الجديد اللي جه هنا عندنا، وفي لسه في كلاب تحت لسه هنوريها لكم، يعني مش هم دول بس، لسه حاطين جزء فوق وجزء تحت. طبعا اكتر المتابعين بتوعنا عارفين كابتن ابو نور وعارفين شغلنا كويس احنا بنعمل ايه. طبعا احنا فتحنا المركز ده يا جماعه، نظام الكلاب هنا اقامه، رعايه صحيه، علاجات، نظافه، شاور، حشرات، اي حاجه احنا بنعملها مع كلبك. المزرعه هناك تدريب بس، طبعا المزرعه هناك عباره عن تدريب، جوازات والكلام ده. هنا بيبقى فيه الخلفه طبعا والولاده كلنا عارفين، ورعايه صحيه وعلاجات ونظافه واكل وشرب. هنا عباره عن زي نادي كده، الكلب بتاعك بيجي يغير جو، بيلاقي مكان كده يلعب وياخد راحته فيه. طبعا مش احنا اول حاجه بندي كرسي العلاج الاول كام يوم، وبعد كده بنطلع الكلب فوق في الهواء على السطح فوق يظبط كل حاجه. الكلب ده لسه جاي لنا بقالهوش يومين، لسه مصورناش بيه ولا حلقه، بس انا قلت لازم نعرفكم ولازم نصور الحلقه بتاعته. طبعا زي ما انا معوداكم كل كلب بيخش فيه، برضو كلب جيرمان لسه داخل امبارح، ما بدأناش فيه حاجه غير اديته حقنه للالتهابات، لسه هنصوره لكم برضو حلقه لوحده وهنوريه لكم. ان هو كلبه دي اخوها هنا بقاله زي 10 ايام اقامه، وهو الكلب دي نتادي برضو فيها نفس شبه الكلب اخوه، اخوها في التهابات طبعا ورعايه صحيه، وهي نفس النظام برضو التهابات ورعايه صحيه. لسه هنبدا معاها وهندهنها زيت لسه، وهنشوف مع بعض الكلاب معانا النهارده شكلها ايه. يا رب الحلقه تعجبكم يا جماعه، يا رب كل اللي بنقدمه يعجبه لكم. تحياتي لكل الناس المشتركه الجميله والناس المحترمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.